تكلم الدكتور سلطان أمس عن الإقليم الاستوائي، اليوم حنتكلم عن الإقليم المداري، ثاني الأقاليم في الكرة الأرضية. الإقليم المداري هو إقليم يوجد بين درجتين عرض 5 و23 ونصف شمال وجنوب خط الاستواء. كيف يكون شمال وجنوب خط الاستواء؟ عندنا هنا هذا خط الاستواء، يقع شمال خط الاستواء وجنوب خط الاستواء في هذا المكان، هذا من درجة 5 إلى درجة 23 ونصف شمالا، ومن درجة 5 إلى 23 ونصف جنوب، جنوب الكرة الأرضية. طيب الإقليم هذا إيش يتكون منه؟ يتكون من قسمين، قسم مداري وقسم الموسمي. نتكلم الآن عن المداري. ما هو الإقليم المداري؟ الإقليم المداري هو إقليم يوجد بين درجتي 5 و15 شمال خط الاستواء وجنوب خط الاستواء بالشكل هذا على كامل الكرة الأرضية. طيب الإقليم هذا هل لها أسماء أخرى؟ نعم لها أسماء أخرى. يقول لك في فنزويلا وفي كولومبيا يسمونه اللانوس، هذا في الشمال كوردي. في الجنوب عندنا هنا في البرازيل يسمونه كامبوس، يسمونه هنا منطقة الكامبوس اللي هو الإقليم المداري. طيب وفي أفريقيا، في منطقة أفريقيا يسمونه السافانا. السافانا هي وهو المشهور فيها، مشهور الإقليم المداري بالاسم هذا، يسمى إقليم السافانا. الكامبوس واللانوس قليل. طيب السافانا إيش تشتهر فيه؟ ما هي السافانا؟ السافانا هي منطقة موجودة شمال خط الاستواء وجنوب خط الاستواء من منطقة 5 إلى 15، وموجودة أكثر شيء في أفريقيا. لاحظنا أن اللون البني موجود هنا واللون البني موجود هنا، هي أكثر شيء موجود هنا، أشياء قليلة سكانية أكثر. طيب الإقليم هذا حنتكلم عن مناخه، عن نباته، عن الحيوانات. المناخ إيش يتميز فيه؟ هل هو بارد؟ لا، عند خط الاستواء، خط الاستواء منطقة حارة طول العام، طول العام حارة، والأمطار فيها متفاوتة. كيف تكون متفاوتة؟ كل ما تقرب من خط الاستواء تزيد كمية الأمطار، وكل ما تبتعد تقل كمية الأمطار. طيب النبات، هذا المطر، طيب النبات كل ما يقرب من خط الاستواء وتزيد نسبة الأمطار ترتفع طول الحشائش اللي هي حشائش السافانا. طيب وإذا ابتعدنا عن خط الاستواء، إذا ابتعدنا عن خط الاستواء راح تقل الحشائش هذا. طيب الحشائش هذا اللي هي نباتات السافانا إيش هي؟ هذه حشائش توجد في أفريقيا، يجي لونها أصفر، يجي لونها أصفر، ونشوفها دائما في القنوات الفضائية، في ناشونال جيوغرافيك وفي الحيوانات، وفي الحيوانات يشوف لونها دائما لونها أصفر، نحسبها حشائش ميتة. هي ليست ميتة، هي لونها لون أصفر، توجد في المنطقة هذه، ونشوف كيف الأسود والنمور تطرد الضباء والغزلان في الأماكن هذه عند الحشائش الصفراء. هذه تسمى حشائش السافانا، هذه النباتات الموجودة هنا. طيب هل يوجد أشجار؟ نعم توجد أشجار، ولكنها متفرقة متباعدة، ليست زي إقليم الاستوائي مكتظة وأشجارها عريضة ومتقاربة، لا هذه متباعدة، متباعدة عن بعضها الأشجار، فلذلك تلقى الحيوانات وتلقى الحشائش تعيش في المكان. طيب هذا بالنسبة للنباتات. طيب الحيوانات، ما هي الحيوانات الموجودة في الإقليم المداري؟ ما هي الحيوانات الموجودة في الإقليم المداري؟ الإقليم المداري نوعين، احنا بنتابعهم، الناس بتشوفون ناشونال جيوغرافيك وبرامج الحيوانات، أغلبها حيوانات آكلة أعشاب، آكلة أعشاب. مثال الضباء، حيوانات عشبية، حيوانات عشبية، ضباء، فيلة، زرافة، عندك
الجاموس كلها تعيش في المنطقة هذه وعلى شكل مجموعات كبيرة، لأن الأرض كلها خضراء وغذائها موجود فتتكاثر من كذا. طيب غير الحيوانات العشرية، حيوانات آكلة لحوم، حيوانات آكلة لحوم هي حيوانات توجد بجانب الحيوانات آكلة الأعشاب وتتغذى على حيوانات آكلة الأعشاب. طيب ماذا تتميز فيه الحيوانات آكلة اللحوم؟ يقول لك تتميز حيوانات آكلة اللحوم في المنطقة دي بضخامتها وسرعتها، الضخامة والسرعة اللي هي الحيوانات آكلة اللحوم تتميز بالضخامة والسرعة. طيب لماذا؟ طب ضخمة المفروض أنها تكون بطيئة، لا هتكون سريعة، السبب ليش؟ لماذا؟ بسبب انخفاض الأعشاب الموجودة هنا، حشائش السافانة، فارتفاعها أقل فتلقاها تكون أسرع، لا يوجد أشجار أو شيء يعيق لها فتنطلق بسرعة. فنشوف كيف الأسود والنمور والفهود كيف تنطلق. طيب ما هي الحيوانات آكلة اللحوم الموجودة في المنطقة دي؟ نشوف دائما فهود، الفهد، الصياد، سريع جدا، أسرع حيوان. عندك النمور، عندك الأسود، الأسود تنتشر بشكل كبير في أفريقيا، في أفريقيا وهي صيادة بشكل قوي جدا. هذا بالنسبة الأول إقليم من الأقاليم المدارية اللي هو الإقليم المداري، الإقليم المداري. طيب نشوف إقليم آخر الثاني، الإقليم الموسمي. الإقليم الموسمي، ما هو الإقليم الموسمي؟ هو إقليم يوجد في المناطق التي تسقط أمطارها في موسم واحد، في موسم واحد. طيب لماذا؟ سؤال يجي للطالب، توجد في مناطق تسقط أمطارها في موسم، لماذا تسقط الأمطار في موسم واحد؟ يقول بسبب هبوب الرياح الموسمية. نشوف عندنا مثلا، حين نمثل على دولتنا، في مثلا في أبها أمطارنا دائما صيفية، منطقة صيفية هنا أمطارنا في الصيف، فبسبب هبوب الرياح الموسمية أدى إلى سقوط الأمطار. هذا بالنسبة للموقع. طيب أين يوجد في العالم الإقليم هذا؟ يوجد مثلا في ساحل غانا، في ساحل غانا في أفريقيا، بسبب هبوب الرياح الموسمية فتكثر الأمطار في الصيف. في غرب الهند، في غرب الهند هنا في منطقة كيرلا، أيوة، فتشتهر الأمطار الصيفية لديهم. عندنا في جنوب غربي شبه الجزيرة العربية توجد كذلك الإقليم الموسمي، الإقليم الموسمي وأمطارنا تكون صيفية، تكون أمطارها صيفية. طيب نروح للمناخ مباشرة. طيب مناخ، المناخ هذا كيف يكون؟ بالطبع أمطار صيفية، حار في الصيف وفي الشتاء، أغلب يكون حار، عموما حار، لا ننظر للارتفاع زي عندنا في الشتاء، هنا حار، هنا حار طول السنة، والأمطار تجي في فصل الصيف فقط. طيب الشتاء هل ينزل أمطار؟ يقول لك لا، الشتاء تكون منطقة جفاف وتنمو الأعشاب، وتنمو الأعشاب. فلذلك نتطرق نقطة أخرى، رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء والصيف أهل قريش لما كانوا يروحون للشتاء والصيف كانوا يروحون في الصيف إلى بلاد الشام، وفي الشتاء كانوا يروحون بلاد اليمن. ليش يروحون بلاد اليمن في فصل الشتاء؟ ليش ما يروحون في الصيف؟ يقول لأن الصيف أمطار فتكون الطرق كلها جبال زلقة فانزلاقات ما يكملون فيروحون في فصل الشتاء ما يكون فيه أمطار. هذا بالنسبة وجوده. طيب النباتات، ماذا يوجد نباتات؟ هل يوجد زي الإقليم المداري؟ هل هو زي الإقليم المداري؟ لا، الإقليم المداري نباتات وسافانا وأشجار. هنا يقول لك لا، على حسب، إذا زادت الأمطار هنا وهنا وهنا، إذا زادت الأمطار زادت النباتات،
زادت النباتات زي ما قلنا في السابق أن إذا زاد الأمطار كل ما تروح الخط الاستواء ويزيد ترتفع النباتات، وكل ما تروح للشمال تقل الأمطار تقل النباتات. هذا زي الأمطار، على حسب الأمطار، الأمطار هنا تحدد نسبة النبات. فإذا زاد الأمطار زي في مثلا في الهند في غانا تشتهر عندهم الكافور، أشجار الكافور أشجار الساج، نوع من أنواع الأشجار بسبب زيادة الأمطار عندنا في الجزيرة العربية. وكل ما قلت الأمطار مثلا يجيهم في الصيف ما ينزل مطر في مناطق تشتهر نفس الحشاش السافانة، تلقى السافانة هنا والسافانة هنا والسافانة هنا. هذا بالنسبة للنباتات. صار عندنا اليوم الأقاليم المدارية نوعين، مداري وموسمي، مداري وموسمي، وكلها موجودة بين درجتي أرض. نرجع نخطط الصبورة بين 5 و 23.5، بين 5 و 23.5 شمال وجنوب، بين 5 هنا إلى 23.5 شمال، وبين 5 إلى 23.5 في المنطقة هذه توجد اللي هو الإقليم المداري. وعندنا نوعين مداري، مداري موسمي ومداري ومداري موسمي. طيب نرجع نقول مرة ثانية، المداري العادي، المداري موقع أين يقع؟ يقول لك المداري يقع بين 5 و15 شمال وجنوب، بين 5. نرجع مرة ثانية، هذا المداري اللي هو المداري هذا، أيوة هذا المداري، بين 5 و15، بين 5 و15 شمال وجنوب، شمال وجنوب، شمال وجنوب. هذا خط الاستواء لاحظنا عشان اللي يضيع، واضح؟ طيب نتكلم عن أسماء، يسمى باللانوس وكامبوس، هذه في أمريكا الجنوبية. هنا يسمى باللانوس، اللانوس، ويسمى هنا الكامبوس. طيب السافانا وين موجودة؟ السافانا موجودة هنا، السافانا، السافانا هنا موجودة هنا. طيب نتكلم عن مناخه، المناخ حقه حار طول السنة، حار طول السنة، طول السنة. والأمطار بالنسبة للأمطار كل ما تبتعد عن خط الاستواء تقل الأمطار، تقل الأمطار، وكل ما تقرب من خط الاستواء تزيد. هذا بالنسبة للأمطار. النباتات أشهرها السافانا، وهي المشهورة، وهي المشهورة، ويسمى الإقليم إقليم السافانا، يلقبونه بعض الجغرافيين أن هذا إقليم السافانا من باب زيادة. طيب الحيوانات، نرجع للحيوانات، عندنا حيوانات عشبية وحيوانات آكلة لحوم. عشبية لأن أعشاب، هنا أعشاب، هنا أعشاب، هنا أعشاب، فزادت الخضرة أدى إلى وجود الحيوانات العشبية. أهم الحيوانات العشبية عندنا ظباء، ظباء، عندنا فيلة، عندنا زرافة، عندنا جاموس، هذه حيوانات آكلة أعشاب توجد في المناطق هذه. طيب وجود الحيوانات آكلة الأعشاب أدى وجود حيوانات آكلة لحوم، أسود، نمور، فهود، بالإضافة إلى وجود ضباع وابن آوى وذئاب وكلاب، كلها آكلة لحوم. ولكن هذه الأقوى إذا وجدت هذه هي اللي مسيطرة على. هل يوجد دببة؟ يقول لك لا، دببة تحتاج مناطق باردة، تحتاج مناطق باردة. هذا الإقليم الأول، إقليم مداري، إقليم الموسمي، يوجد في المناطق التي تسقط فيها أمطار في موسم واحد. يوجد الموسمي في المناطق أمطار تسقط في موسم واحد، موسم واحد. ما هو الموسم الذي تسقط فيه الأمطار؟ ما هو؟ هو موسم الصيف، هو موسم الصيف. طيب لماذا؟ السؤال لماذا؟ لماذا تسقط الأمطار في فصل الصيف؟ بسبب هبوب الرياح الموسمية. هذا سؤال
مباشر لك بسبب هبوب الرياح الموسمية. طيب المناطق هذه الإقليم الموسمي أين يوجد في العالم؟ يوجد، نغير الألوان عشان نستخدم ألوان أخرى، يوجد مثلا في إقليم، في غانا، في غانا عندنا في غرب الهند، وعندك في جنوب غرب الجزيرة العربية، جنوب غرب الجزيرة العربية يوجد الإقليم الموسمي، الإقليم الموسمي. طيب النباتات ماذا تعيش فيه من نباتات؟ يقول هنا هنا هنا، يقول لك على حسب الأمطار، كل ما زاد نسبة الأمطار أدى إلى زيادة النباتات، شيء طبيعي، زاد المطر زاد النبات، ما في مطر ما في نبات. عندنا هنا إذا زاد المطر طلعت أشجار الكافور وأشجار الساج، وأمطار هنا وهنا وهنا في الإقليم الموسمي أمطار صيفية، أمطار صيفية فينتج عنها أهم أشجارها أشجار الكافور، كافور وساج، كافور وساج هي أهم الأشجار الموجودة. طيب إذا قل المطر هل موجودة الكافور والساج؟ لا غير موجودة، توجد حشائش تسمى السافانة، هنا الأمطار تسمى السافانة، توجد في المناطق هذه وهي حشائش صغيرة لونها أصفر توجد في المكان هذا. طيب المناخ، مناخ أخيرا، مناخ ثلاث مناطق، هو مناخ حار، مناخ حار طول السنة، والأمطار إقليم موسمي تمطر فصل الصيف، فهو أمطاره 1 2 3 أمطار صيف. صلى الله وسلم على نبينا محمد. كذا خلصنا درس الأقاليم المدارية كاملة. إذا أي سؤال واضح، حسنا الصبورة، كلنا الصبورة، وضعنا الخريطة للطلاب، إذا ما في شيء واضح نرجع نخطط مرة أخرى، نرجع مرة أخرى للطالب اللي ما يدري وين في الخريطة هذا الاستواء وهذا السرطان وهذا الجدي، للطالب اللي ما يدري وين الكلام هذا حنا نبين له نقطة، واضح الاستواء، وقلنا انه يوجد بين 5 1 2 3 4 5 هنا الى المنطقة هذه منطقة المداري، عندنا نوعين مداري، استواء مداري وهو يوجد بين 5 الى 15 هذه منطقة المداري، وتكلمنا كذلك عن الموسمي ان موقعه على حسب هبوب الرياح، هبوب الرياح هبوب الرياح هبوب الرياح، الرياح هبوبها هي اللي تحدد الموسمي، بسبب هبوب الرياح ينتج الإقليم الموسمي. هذا بالنسبة للموقع، تكلمنا الأسماء، المناخ عموما كلها حارة طوال العام، حار هنا حار هنا هنا حار، لأنه قريب من خط الاستواء، خط الاستواء هو منطقة حارة. كذلك تكلمنا عن الأمطار، أمطار هنا صيفية، الأمطار الإقليم الموسمي صيفية صيفية صيفية، بينما الإقليم المداري أمطاره متفاوتة، وتكون كل 3 شهور أو مثلا 9 شهور في السنة أمطار، وثلاث شهور جفاف، 3 شهور جفاف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا درسنا للإقليم المداري.